مسرح الأحداث الكروية لم يهمل من أوراق العمل في مشروع تطوير الملاعب السعودية، كلها خضعت في تنفيذ هو الأسرع والأذكى أفكارا والأكثر استمرارية. 20 مدينة وأكثر من 25 ملعبا ومنشأة لم يهدأ ضجيج العمل فيها بكل تفاصيلها. أرضيات الملاعب التي عانت بعضها ضعف المتابعة فكانت شاحبة الظهور، تم تغييرها بالكامل على أسس عالمية خاصة تتناسب مع طقس المكان وتتعايش مع الزمن الأطول. الملاعب التي عاشت لوحدها منفردة، تم تنفيذ مشاريع ملاعب الرديف فيها كلها كي تستقبل تلك الميادين أكبر عدد من المواجهات وعتاد الاستعداد. إنارة الملاعب خضعت لدراسة حول كفاءتها وكيفية إظهارها للمستطيل الأخضر تلفزيونياً بشكل يليق بالأحداث، فتم تجديد تنفيذها في كل الميادين. تغيير كافة مداخل اللاعبين ودكات الاحتياط وفق السمة الجديدة للملاعب بالهوية الأحدث للدوري على أسس خاصة. تغيير الشاشات الداخلية إلى شاشات عرض عالية الدقة والجودة تلبي رغبات الجماهير الحاضرة، وصنع شاشات خارجية عملاقة للجماهير خارج المدرج. اعتماد آلية عمل عالمية في تجديد كافة المرافق واعتماد الأنسب للملاعب كما هي الملاعب الأوروبية وضمان نظافتها ومتابعتها مدى العام.